السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة هنعملها مع بعض. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، بس ان شاء الله هنعملها هتبقى للتبييض. مش هنعمل بقى وصفة تخسيس النهاردة، لا هنعمل تبييض يا جماعة، علشان في ناس كتير طلبت مني الوصفة دي وان شاء الله هعملها لها. الناس اللي هي طالبة او البنات اللي هي طالبة البياض يعني يبقى متوهج زي بياض التلج كده، ده ان شاء الله هقول لكم على وصفة جميلة جدا هتخلي البشرة عندك لو حتى لو كانت عادية سمرة شوية ان شاء الله هتبقى بشرة فاتحة وجميلة، وهتبقى زي يعني بتلمع كده زي الازاز كده. طبعا يا بنات احنا داخلين على ايام جميله جدا، داخل علينا رمضان وداخل علينا اعياد، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بقى كل بنت بتستعد طبعا ان هي يعني ايه تفتح بشرتها، تخلي بشرتها كويسه جدا. وخدوا بالكم كمان يا بنات في رمضان بنات ما بتحطش مكياج، الوصفه بتاعتنا دي ان شاء الله هتبقى بديل للمكياج وتخلي بشرتك جميله جدا بيضه وبشره حمراء وصافيه وجميله جدا. تمام، تعالوا كده يا بنات نسمي الله ونضغط لايك. عايزه لايكات كتير للفيديو، عايزاكم تشيروا الوصفه دي عشان بنات كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا. لايك يلا يا جماعه، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه، ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده هتبقى عباره عن ايه. وصفتنا النهارده يا بنات باذن الله هتبقى حاجه بسيطه جدا موجوده في كل بيت، اللي هو الكيس اللي انتم شايفين دوت ده يا جماعه كيس البيكنج باودر. ده يا جماعه الكيس البيكنج باودر دوت ده متوفر في كل بيت، مش موجود عندك ممكن تشتريه، رخيص جدا مش غالي ولا حاجه. ده بتاع الحلويات طبعا كلنا عارفينه في مصر، انما في البلاد التانيه بصراحه انا معرفش الكيس دوت اسمه ايه، بس عشان يعني ايه تبقوا انتوا واضحين معايا وانا واضحه معاكم. ده يا جماعه ده بتاع الحلويات تمام، عشان لو في اي حد في دول تانية يبقى عارف الكيس دوت بتاعي. ده اللي انا هستخدمه النهارده في الوصفه بتاعتي تمام. هناخد كده يعني هاخد منه كده معلقه صغيره كده بنات. المعلقه اللي انا هاخدها النهارده في الوصفه بتاعتي، حابه انت تضعف الكميه ضعفيها يعني على حسب ما انت هتحتاج. ده كل الموضوع، ده كده معلقه البيكنج بودر ده اللي انا محتاجاها. معايا برده معلقه ميه، ده كمان معلقه اهيت، معلقتين صغيرين كده من بتوع الشاي. وبحاول زي ما انتم شايفين ان هي بتفور ازاي. ده لو انتم ملاحظين شايفين الفوران بتاعي، ده بالشكل ده كده يا جماعه. ده كده يا بنات الوصفه جهزت معايا اهيت زي ما انتم شايفين، بس من وقت للتاني بحاول ان انا اقلب فيها كده لانها بترسب في الارضيه تمام قبل ما بستعملها. وبكون معايا منديل زي ما انتم شايفين كده اهو، بالطريقه دي كده، وبجيب وبسقسق على ايديا كده اهوت او على البشره طبعا اللي احنا عايزين ان احنا ندهن. اول بسقسق بس كده بسيط او بدهن بسيط على ايديا كده، طبعا احنا نعمل على بشرتنا زي ما احنا بنعمل كده. ممكن ان انت برضو تسقسق المنديل كده اهوت وتحطيها على بشرتك بالشكل ده كده، بتسيبيها حوالي ربع ساعة نص ساعة على حسب ما تنشف معاكي، هتبص تلاقي النتيجة في الحال ظاهرة معاكش. ده كده يا جماعة الطريقة ديت مش هتخليك ان انت تحتاجي لأي مكياج لأي حاجة، لأنها هتديكي بياض ناصع وبشرة صافية وجميلة جدا. بعد كده بشيل المنديل زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده يا بنات بنمسح كده اهو بالمنديل وبننضف خالص. زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. في بقى وصفه ثانيه كمان هنعملها برده مع بعض. ثاني وصفه معانا يا بنات اللي هي الرز، ده رز مطحون يعني عادي رز ابيض من بيتنا، وبنجيبه بنطحنه في الكبه وبيطلع معايا بالشكل ده كده زي السكر كده، قوام زي قوام السكر، لا ناعم قوي زي الدقيق ولا خشن قوي، بيبقى يا دوبك كده حبيبات اهو زي ما انتم شايفين زي السكر كده.
يعتبر دوت ده اول مكون معايا. تاني مكون بقى معايا اللي هي النشا، تلات معلقه النشا تمام كده. هزود كمان حاجه بسيطه كده يعني عشان المعلقه عندي صغيره شويه. ده خلاص ده تاني مكون معايا. بعد كده معايا ايه المكون اللي بعد كده ان شاء الله؟ البيكنج باودر برضو معايا اهو، باخد كده نص معلقه بس مش بنكتر. ده كده نص معلقه. نمزج المكونات كلها ببعضها بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه حطينا المكونات بتاعتنا. بقى مكون واحد معايا اللي هو زيت الزيتون، معلقه صغيره كده. برضو المكونات بتاعتنا انا عملتها كلها كده اهوت، ونقطه ميه معايا صغيره، نقطه ميه كده. طبعا انا مش هخليها لا يعني لا تكون يابسه قوي ولا مرقه قوي، احنا مش عايزينها سايله قوي بالشكل ده كده. دول القوام دوت كده انتم شايفينه ده كده يا جماعه اهو، ده القوام بتاع اللي انا عايزاه. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا اهيت. بعد كده هاخد بقى واحط على البشره اللي انا عايزه افتحها بالشكل ده كده. حركه دائريه كده اهوت، يعني زي عمليه صنفره كده للوش. هتبص تلاقي فيه فعلا فرق بين معاك هتطر البشره وبتفتحها، ولو فوق اي حبوب اي حاجه الكلام ده كله يا جماعه بقع اي حاجه بتفتح الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده لو انت شلتيها هتبص تلاقي ما شاء الله يعني في فعلا نتيجه في الحال. برضو انا هوريكم الفرق في نفس الوقت. ده يا جماعه بقى بتخلي البشره عندك ما شاء الله بشره طريه، ما هيش بشره جافه ولا الكلام ده كله بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. خلي بالكم برده يا بنات الرز انا مش عايزاه مطحون قوي زي الدقيق زي ما انتم شايفين كده. يمكن الخشن اللي انتم شايفينه ده رز، لا انا عايزاه لا ناعم قوي ولا خشن قوي بالشكل ده كده. بسيبه على ايديا كده حوالي نص ساعه، وبعد كده بغسل البشره بتاعتي خالص وهوريكم برده النتيجه. وده يا جماعه النتيجه هي بعد ما غسلت ايديا زي ما انتم شايفين، يعني ما شاء الله فعلا النتيجه بتبان معاكي في الحال. يعني بعد 10 دقايق بعد ما تعملي المكون اللي احنا عملناه على ايدنا دوت ده ممكن تعمليه على البشره، هتلاقي بشره فعلا صافيه ورايقه. وتلاقي يعني من النهارده بقى اقدر اقول لك ان انت بعد ما تعملي الوصفه ديت مش هتحتاجي المكياجات ولا تحتاجي لاي حاجه خالص. لو انت عندك بشرتك مثلا بيطلع فيها حبوب ولا حاجه، وفي مكان الحبوب كده يعني بيبقى في مكان الحبوب كده بقع سمره والحاجات دي كلها، ده يا جماعه بتشيل كل الكلام ده خالص. بتوحد البشره طبعا لو في اي كلف او في اي حاجه، ده بتخلي البشره رايقه وصافيه وبتخليها زي الفل. ده كده يا جماعه البواقي ديت ده ممكن برده ما نرمهاش، هنحطها في الثلاجه عندنا. ممكن نستعملها للمره الثانيه ولا حاجه. لو انت استعملت الوصفه ديت مرتين او ثلاثه في الاسبوع ما شاء الله هتلاقي بشره عندك جميله جدا، بشره صافيه متوهجه كده من النور بتاعها، شفافه زي الازاز كده ما شاء الله، تلاقي بشره جميله جدا. مش هتبطل تعملي الوصفه بتاعتنا ديت بعد النهارده. في ملحوظه برده حابه اقولها لكم يا بنات، يا ريت الوصفه دي تعمليها بالليل. ليه؟ علشان ما تخرجيش يعني تبقي انت لسه عاملاها مثلا على طول وتخرجي في الشمس، لا ديت غلط على بشرتك. لو مضطره قوي ممكن انت تعمليها قبلها بنص ساعه او بساعه، وبعد كده بتشطفي وشك بشويه ميه وبتخرجي عادي مفيش اي مشكله. بس الافضل ان احنا بنعمل الوصفه ديت بالليل كده قبل ما بننام، بتصبحي الصبح بتلاقي بشرتك ما شاء الله بشره منوره وبشره جميله جدا. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويعتبر كده يا جماعه احنا عملنا وصفتين اثنين، الوصفتين اثنين كويسين جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. متنسوش بقى تضغطوا لايك يا جماعه للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه، شيروا الوصفه علشان ان شاء الله الوصفه بنات كتير تستفيد منها والقناه تكبر وتعلى بكم باذن الله. استنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.